أهلا بكم. تبدو استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين معقدة، وإن اعتمدت على مكون واحد هو استخدام القوة بوسائل مختلفة. مخيم جنين ومن بعده مدينة نابلس بالضفة الغربية هما أحدث تطبيقات الاحتلال لهذا النهج، وسط توعد من مسؤولي الاحتلال بمواصلة التصعيد طالما اقتضت الحاجة. فهل بات الشعب الفلسطيني يخوض حربا وجودية؟ هل يحد تصعيد الصهيوني من وتيرة المقاومة المتنامية؟ وما جدوى الدعوات الدولية بوقف المخططات الاستيطانية للحكومة المتطرفة؟ وتتابعون في عدد اليوم من نبض العالمي أيضا. يعقد الاثنين المقبل في أديس أبابا اجتماعا موسعا يضم ممثلين عن الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لبحث سبل إيقاف الأزمة في السودان. ومن المتوقع أن يبحث الاجتماع وقف إطلاق النار والأوضاع الإنسانية وكيفية إنهاء الصراع القائم في السودان. هذا وقالت بعض المصادر الإعلامية إنه لن يكون أي لقاء يجمع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو في أي مكان. فلماذا يرفض الجيش السوداني وساطة إيجاد؟ ما فرص نجاح الوساطتين التركية والروسية في احتواء الصراع؟ وما دلالة التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية بالسودان؟ التصعيد والتوتر يعود للضفة الغربية بعد قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين بعد اقتحام قواته للبلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية. جهاز الأمن الداخلي للمحتل الصهيوني الشباك قال إن الشهيدين يقفان وراء هجوم وإطلاق نار هذا الأسبوع، وقد انسحب جيش الاحتلال من المدينة عقب اعتقال عدد من الفلسطينيين. لم تجف بعد دماء ضحايا مذبحة جنين ولا دموع أمهات الشهداء حتى أقدم كيان الاحتلال على إعدام فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح في نابلس لتنفتح جراح جديدة. مرة أخرى كانت الآلة الصهيونية مع موعد لارتكاب جريمة جديدة تضاف لمسلسل جرائم الاحتلال. الشابان حمزة مقبول 32 عاما وخير شهيد 34 عاما يلتحقان بركب الشهداء بإعدامهما بدم بارد في البلدة القديمة الجمعة. آلاف الفلسطينيين في محافظة نابلس شيعوا الجمعة جثماني الشهيدين إلى مثواهما الأخير في مقبرة المدينة،
وسط هتافات غاضبة ومنددة بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. لم يكن هذا الاعتداء الصهيوني الوحيد اليوم، فانتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه لم تتوقف. عدة قرى وبلدات بالضفة الغربية المحتلة كانت اليوم مسرحاً لاعتقالات واسعة طالت شباناً فلسطينيين بعد اقتحام المدينة ومداهمة منازلهم والاعتداء على ذويهم، بينما استولى مستوطنون على أراضي فلسطينية في مدينة الخليل. الكيان الصهيوني مستمر في استباحة الدم الفلسطيني معتمداً على قوته الوحشية وعلى تصريح غربي مفتوح وعلى تهرب دولي مفضوح من محاسبة الكيان على جرائمه الفظيعة. للمزيد نرحب من طول كرم عبر سكايب القيادي في حركة حماس محمد صبحة، أهلاً بك معنا. أهلاً وسهلاً بكم. ومن الخليل نرحب بالباحث في الحركة الصهيونية عادل شديد، أهلا بك الأستاذ عادل. أهلا وسهلا. ومن رام الله نرحب بمنسق المؤتمر الشعبي 14 مليون عمر عساف، أهلا بك معنا الأستاذ عساف. أهلا بك سيد أوقاتكم. إذا أبدأ مع الأستاذ عادل شديد. وفد دبلوماسي يضم أكثر من 30 سفيرا وممثلا لدول الاتحاد الأوروبي ودول غربية قام اليوم السبت بجولة استقصائية في مخيم جنين واعتبر ما جرى انتهاكا صارخ للقانون الدولي. هل برأيك تأتي ضغوط الاتحاد الأوروبي على حكومة الاحتلال بنتيجة؟ تحياتي لك أستاذة نزيهة ولضيوفك الأعزاء الأصدقاء. أعتقد أنه السلوك الإسرائيلي مع هكذا وفود يأتي بشكل متناقض ومعاكس للحسابات المنطقية والأخلاقية والقانونية، وأنه بدل من أن تشكل هذه الزيارة ورقة ضغط على إسرائيل ورسالة احتجاج وإدانة لشروكها، إسرائيل تستغلها بشكل آخر أنها تعتقد أن هذه الزيارة التي لا حول ولا قوة لها سوى بيانات الإدانة والاستنكار وشجب أنها تصب في قوة وتمتين ما يسمى هيبة وردع إسرائيل، أنه الإسرائيلي يقول الفلسطيني أنه هي 30 سفير لثلاثين دولة غير قادرين على فعل أي شيء، ولولا موافقتنا الأمنية لهم لما سمحنا لهم بالدخول إلى مخيم جنين، بالتالي لن تنفعكم لا هذه الزيارة ولا غيرها، وخاصة إنه هذه الزيارات هي تعكس مواقف بلدانها مواقفهم لا تتجاوز ما يعني مسألة الأساقف الإداني والشجب. وبالمناسبة إسرائيل في الموقف الدولي لا يعنيها سوى الموقف الأمريكي وباقي المواقف الأخرى، صحيح أنها تعطي نوع من الهامش للعلاقات العامة وللقانون الدولي ولعلاقات إسرائيل مع مجمل العالم، ولكن بالنهاية القرار الإسرائيلي مرتبط بثلاث مسائل: القرار الوفاق والانسجام الداخلي الإسرائيلي، الغطاء والدعم الأمريكي، مدى كلفة قرارهم ميدانيا سواء في جنين أو في نابلس أو في أي منطقة فلسطينية. طيب الأستاذ محمد صبحة، إذا الأستاذ عادل شديد تحدث عن أن هذه الزيارة للوفد الأوروبي والغربي ربما يحسبها المحتل الصهيوني لصالحه، برأيك هل هذا سيزيد من غطرسة المحتل؟ مرحبا بك يا أبو ضيوف الكرام. أنا أعتقد أن الاحتلال آخر ما ينظر إليه هو الموقف الأوروبي والمواقف الخارجية، كما تفضل الزميل لعل الموقف الأمريكي هو الأهم بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، ولكن خلال فترة العدوان على جنين لم نستمع لأي موقف لا أوروبي ولا خارجي دولي، كان هناك موقف أمريكي يشد على يد الاحتلال الإسرائيلي وكان كذلك موقف بريطاني يشد على يد الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين كان مرتاح خارجيا في الوقت الذي كان مضغوط داخليا، وبالتالي الوضع الخارجي بالنسبة للاحتلال مريح حتى من طرف الدول العربية والدول الإسلامية. يعني في الأيام القادمة هناك حركة تطبيع واسعة من طرف العرب للأسف،
وبالتالي هذا يعطيه راحة. إذا كان خرج من مجزرة وبالأمس نفذ عمليات قتل وأول أمس عمليات تخريب ودمار وهكذا، ثم في الأسبوع التالي سيكون فتح بداية فتح طريق بري من الإمارات إلى السعودية إلى الأردن إلى فلسطين إلى إسرائيل بين قوسين، وكذلك سيكون هناك الآن الفريق الإسرائيلي في السعودية فريق كرة القدم، وبالتالي نحن نتحدث عن موقف دولي عموما مريح بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي ولن يؤثر على موقفه لا سلبا ولا إيجابا. الاحتلال موغل في عدوانه وفي قتله للشعب الفلسطيني، وهو الآن في حالة اضطراب شديد لعلنا نتحدث عن هذا بعد قليل، وبالتالي هو يضرب يمنة ويسرى لأنه شعر بالفشل في معركة جنين وشعر بالفشل بالمعارك الأخرى. الآن هو يتلقى الضربات، وبالتالي من الطبيعي أن يتحرك بكل اتجاه ويضرب دون توقف. طيب إذا الأستاذ عساف، على ضوء هذه المواقف الدولية، الأمم المتحدة رفضت اليوم التراجع عن الإدانة التي وجهتها إلى الاحتلال بسبب استخدامه القوة المفرطة عند اقتحام مخيم جنين، إلى ما يؤشر ذلك برأيك؟ يعني عدم الوقوف دوليا في مواجهة الاحتلال هو مؤشر واضح على أن هناك رعاية أمريكية وبريطانية، وقيل أنه تم إبلاغهما بهذه الجريمة التي يقوم بها الاحتلال، وبالتالي هذا المجتمع الدولي حين تتعثر إسرائيل، حين يتعثر العدو الصهيوني، حين يلحق ضرر به يتحركون على كل المستويات، ولكن حين تكون الضحية هي الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدساته. طيب سأعود لك الأستاذ محمد أو عمر عساف بعد إصلاح الصوت. إذن أعود إلى الأستاذ محمد صبحة للحديث عن عملية جنين وعملية نابلس. إذن بعد جنين، أيادي الإجرام الصهيونية اغتالت أمس الجمعة فلسطينيا في قرية أم صفا شمال رام الله، وذلك عقب ساعات فقط على إعدام جيش الاحتلال اثنين آخرين في البلدة القديمة بنابلس في الضفة الغربية المختلفة. إذن هذا التصعيد الإسرائيلي الأستاذ صبحة في الضفة الغربية، هل يوقفه توالي عمليات المقاومة الفلسطينية برأيك؟ بداية يجب أن نتوقع أن يقوم الاحتلال بمثل هذه المجازر والفظاعات، لأنه كما يقال مجروح، هو دخل إلى جنين وتلقى هزيمة منكرة. في هذا الأسبوع هو تلقى صفعات على خمس جبهات، صاروخ من سوريا، صاروخ مضاد للدروع من لبنان، خمسة صواريخ من غزة، عملية في الداخل المحتل وعمليات في الضفة الغربية، ثم مع ذلك اللطمة القاسية التي تلقاها في جنين. إذن كل هذه الجبهات التي فتحت عليه هو يشعر بأنه يعني في مكان، في موقف صعب. من الطبيعي جدا أولا أن يحاول أن يخرج من فشله ليقول أمام مجتمعه أنا لازلت فاعلا بقوة، أنا ناجح في عملي، وبالتالي يريد أن يقتل هنا أو هناك. وإذا لاحظت في نابلس هو كان بإمكانه أن يعتقل المقاومين، لكنه فضل أن يقتلهما حتى يسجل نقطة أمام المجتمع الصهيوني أنني أنا أقتل هؤلاء المقاومين وأنا لازلت قادرا على الوصول إليهم، وأن التكتيكات التي أعتمدها، وهي نقطة مهمة لأن الحديث الداخلي في الإعلام الإسرائيلي أن التكتيكات الجيش الإسرائيلي باتت غير مجدية في الواقع الفلسطيني في الضفة الغربية، هو يريد أن يقول أن تكتيكاتي لا زالت تعمل ولا زالت تؤدي دورها، وبالتالي هو يريد أن يقتل هنا وهنا. الآن هل هذا الكلام سيتوقف أم لا؟ أنا أعتقد أنه لن يتوقف، لكنه أيضا لن يوقف المقاومة. طيب الأستاذ شديد، إذن على ضوء استمرار هذه الانتهاكات وتمادي الحكومة المتطرفة، أمام تخاذل المجتمع الدولي، ما الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين اليوم؟ يعني اليوم بتقديري أنه وهذا ما يميز المرحلة الحالية منذ حوالي عام، أنه أغلبية الرأي العام الفلسطيني، أكثرية الرأي العام اليوم باتت مقتنعة بمسألتين. الأولى أن اتفاقيات أوسلو ومفاوضات السلام لم تجلب سوى المصائب والمعاناة والذلة والخسارة للشعب الفلسطيني، وأن إسرائيل
لا تفهم سوى لغة واحدة وهي لغة القوة، وبالتالي هذا المزاج العام أدى إلى رفع نسبة التأييد بالكفاح المسلح. لذلك نرى أن هذه العمليات التي تحدث في جنين وفي غيرها، وحدثت في مدينة تل أبيب وفي بني براك وفي في في رام الله وفي مستوطن قدوم، وهي نتاج لحالة رأي عام ومجتمع فلسطيني بات مقتنعا بثقافة الكفاح المسلح والمقاومة، وهو الذي ينتج هذه العمليات. ولولا شعور وإدراك منفذي هذه العمليات بأهميتهم وبمكانتهم المميزة بالوعي الفلسطيني العام لما رأينا هذا الزخم بهذه العمليات. وكل الأحوال واضح تماما أنه نحن الفلسطينيين دخلنا مع الإسرائيليين دخلنا في مرحلة ما بعد أوسلو، نحن أمام تشكل مرحلة جديدة، ولكن ما هو أكيد أنه السمة العامة لهذه المرحلة هي مواجهة مفتوحة، ليست فقط كما كان سابقا كل شهور جولة مع غزة أو غيرها. اليوم باتت الضفة التي تشكل جوهر المشروع الصهيوني باتت هي جوهر مشروع المقاومة لإفشال مشروع الحركة الصهيونية. طيب الأستاذ عساف، أبقى معك في ذات النقطة التي توقف عندها الأستاذ صبحة الآن بخصوص أن فلسطين ربما على مرحلة جديدة على مختلف الجبهات، يعني هل تتوافق مع هذا الطرح، وهل أحداث جنين هي من أسست هذه المرحلة وستؤسسها على ربما مر الأيام المقبلة؟ هي فلسطين نعم أمام مرحلة جديدة، ومرحلة جديدة جاءت جنين في سياقها، لأن هذه الحكومة الصهيونية المضطرفة عمليا تقول اليوم أنها لا تريد أي حل مع الفلسطينيين، هي تريد أن تحسم الصراع، تريد كما أعلن نتنياهو بشكل واضح يريد أن ينتزع من الفلسطينيين حقهم تفكيرهم بالحق في إقامة الدولة من جانب، ومن جانب آخر يريد للسلطة الفلسطينية أن تكون أداة مطواعة في يد الاحتلال الإسرائيلي، وفي حين يواصل مصادرة الأرض، تسعير الاستيطان، تهويد القدس، تدنيس المقدسات، هذا كله عمليا فتح على المواجهة الشاملة مع الاحتلال. وبالتالي جاءت جنين وواقعة واجتياح جنين عمليا ليقول للاحتلال إن الشعب الفلسطيني يطور مقاومته، وأن هذه المقاومة تنتشر من منطقة إلى أخرى وتزيد من قدراتها ومن إمكاناتها في مجابهة الاحتلال. وبالتالي في اليوم التالي كان هناك عملية في قدومين في المستوطنة اللي هي كفر قدوم، وكان هناك عملية في تل أبيب، وبالتالي وكان هناك طبعا اغتيال للاحتلال لشهيدين في نابلس وشهيد في رام الله. هذا يعني أننا أمام مواجهة شاملة فلسطينية مع الاحتلال الذي لا يريد مرة أخرى أن يصل إلى أي حلول راهن البعض عليها، ولكن ثبت أن هذا الرهان هو أوهام. هذا الاحتلال يريد كل شيء، يريد نفي الآخر، نفي الفلسطينيين، وبالتالي نعم المجابهة معه هي مجابهة شاملة للكل الفلسطيني وعلى امتداد الأرض الفلسطينية. طيب الأستاذ صبحة، برأيك ما أسباب هذا التصعيد الصهيوني المستمر، وهل ستستمر الأمور على حالها مع التداعيات التي تركتها عملية جنين؟ أنا ذكرت ذلك قبل قليل وأقول أن الاحتلال الإسرائيلي الآن ليس في أحسن حالاته، بالعكس هو في وضع صعب، وذكرت أن الجبهات كلها فتحت عليه وإن كانت بشكل تحذيري، لكن هو يعلم جيدا أن التحذير قد يعقبه عمل حقيقي. عندما يتحدث عن أكثر من 100,000 أو 130,000 صاروخ في لبنان، وأقل من ذلك بقليل في غزة، ويتحدث عن سوريا الآن التي أصبحت تتجرأ على أن تتحرك من هناك، ويتحدث عن الضفة الغربية، عندما يتحدث كما تحدث الزملاء الكرام عن عمل متواصل في الضفة الغربية، إذا أردت أن تعطي إحصائية للعمليات التي تجري في الضفة الغربية فأنت تتحدث يوميا عن قرابة 20 عمل مقاوم في الضفة الغربية، وهذا الشيء غير مسبوق في الفترة السابقة منذ 20 عام، منذ أوج انتفاضة الأقصى لم يتكرر مثل هذه الحالة. وبالتالي من الطبيعي
أن يتحرك الاحتلال الإسرائيلي بعنف وأن يحاول أن يضرب هذه المقاومة. الاحتلال الإسرائيلي في كل المرات لم يتعامل مع المقاومة أو مع الصمود الفلسطيني كما يمكن أن نسميه بحكمة أو بروية. هو يتعامل دائما بمنهج القوة لأنه يعتقد أن القوة هي التي تحل المشكلة، وبالتالي سيقدم على المزيد من الحماقات. ولكن هو أيضا، وهذا يجب أن نثبته، أن ما حصل معه في جنين لن يكرره بنفس الطريقة في المحافظات الأخرى، لأنه أدرك أن هذه الجولة سجلت عليه وأن نموذج جنين أصبح يحتذى وأصبح نموذجا ملهما، وأنه لا يريد أن يكرر هذه الحالة في نور شمس أو في نابلس أو في غيرها. وبالتالي هو سيهاجم وسيبقى يقتل وسيبقى يلاحق المقاومة، وهو يريد كذلك أن يستفرد بالساحات. يعني إذا استطاع هو هكذا يفكر أن يحد من قدرة المقاومة في الضفة الغربية ينجز شيء كثير بحساباته حتى يتفرغ لساحات أخرى. طيب الأستاذ شديد، إذن هذه الاعتداءات الصهيونية والانتهاكات المتجددة، ما الذي يمكن أن تفرضه في ظل تلميح مجرم الحرب بنيامين نتنياهو لذلك؟ يعني بتقديري انه هنالك مجموعه من المتغيرات، جزء منها ما هو مرتبط بالداخل الاسرائيلي وازمات الداخليه في اسرائيل، سواء ازمه تشكيله الحكومه التي يتعطش اغلبيتها لاستمرار سيلان الدم الفلسطيني واستمرار مشروع التهويدي والاستيطاني والاحلالي، والازمه الاكبر في اسرائيل ما بين الحكومه ومكوناتها ونصف المجتمع اليهودي حول ما يسمى بالاصلاحات القانونيه والقضائيه وما شابه. هذا من جانب. من الجانب الاخر كما تحدثنا انه ايضا هنالك متغيرات فلسطينيه داخليه ذهبت باتجاه ترجيح كفه خيار المقاومه المسلحه وفتح صفحه جديده. كل هذه المتغيرات تقودنا الى انه احنا مقبلين على مرحلة مواجهة قد تمتد إلى ساحات أخرى وستكون أحيانا دموية أكثر. طيب إذا الأستاذ محمد صبحة أو الأستاذ محمد عمر عساف، معذرة إذا على الخطأ في الاسم، يعني هل ربما توقعاتكم مثل ما تحدث الأستاذ شديد الآن بربما اتساع رقعة هذا الصراع أبعد من جنين ونابلس، أم أن العملية بحسب ما وضع لها من أهداف هي محصورة فقط في جنين ونابلس؟ يعني أنا أعتقد مرة أخرى الحكومة الإسرائيلية كما أشار الأستاذ شديد هي أزمتها تتعمق يوما بعد آخر. أحد جوانب هذه الأزمة هي ما يسمونه بتآكل قوة الردع لجيش الاحتلال، وتآكل قوة الردع هذه عمليا كانت في الشمال في العلاقة مع حزب الله، وكانت في قطاع غزة، واليوم هي في الضفة الغربية تتآكل. أراد الاحتلال من عملية جنين عمليا سواء الأخيرة أو التي سبقتها أن يرمم تآكل قوة الردع هذه، ولكن النتيجة كانت معاكسة. النتيجة هي أنه فشل فشلا استخباريا، حيث لم يعتقد العدو أن جنين وأن المقاومة تملك يعني عبوات ناسفة بزنة 40 كيلوغرام، ولم يعتقد أن هذه القدرات يمكن أن تنتقل إلى منطقة أخرى، وبالتالي عمليا فشل فشلا ذريعا المرة الأولى، وحين حاول الترميم قبل أقل من أسبوع فشل فشلا ثانيا، لأنه عمليا نجح في شيء واحد هو تدمير البنية التحتية في مخيم جنين. من زار مخيم جنين ورأى كم حجم الدمار يدرك أن هذا ما نجح فيه العدو. أما الأمور الأخرى فكان المقاومون قد تمكنوا من عمليا إلحاق هزيمة بالاحتلال كما تقول وسائل إعلام الاحتلال. أنا أعتقد أن هذه الحكومة ذاهبة بشكل أو بآخر باتجاه التصعيد، ولكن لن تكون مطلقة الأيدي، إذ أن المستوى الأمني الصهيوني الشباك والجيش وغيره هم في المحصلة الذين يقررون إذا كانوا مستعدين لمثل هذه المجابهة أم لا، خصوصا أنه قبل أيام صدر تقرير يقول بشكل واضح أن صراعا يدخل فيه حزب الله عمليا سيكون اختبارا دمويا للجبهة الداخلية الصهيونية لم تعتد عليه من قبل.
وربما شكلت مناورات أيضا كتيبة الرضوان في حزب الله عمليا اختبارا جديا أيضا للاحتلال بأن يفكر مرات قبل أن يقدم على مثل هذه الحماقات. طيب إذن وبعد هذا التصدي الفلسطيني لكل هذه الاعتداءات الفلسطينية وهذه الخطوات التي نتابعها بعد كل تصعيد صهيوني للأسف، الأستاذ صبحة تتطلب ربما وحدة للتحرك تجاه هذه الاعتداءات، وبالتالي إلى أي مدى تضغط الإدانات الغربية والإقليمية على حكومة الاحتلال في هذه المرحلة لوقف الإجرام المرتكب في حق الفلسطينيين؟ مرة أخرى، لن يضغط أحد على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه المجازر. النقطة التي تحدثت بها هي الوحدة الفلسطينية الداخلية، هي أهم ما يجب أن يتسلح به الفلسطيني، هي أهم ما يجب أن يواجه به صلف الاحتلال وهذه الإجراءات القمعية والإرهابية والإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي ليس أمام الفلسطيني إلا الصمود وإلا المقاومة وإلا الاعتماد على نفسه دون انتظار أي موقف دولي، وإن كان لا بأس من طرق هذه الأبواب حتى نعذر أنفسنا أمام أنفسنا وأمام العالم. طيب الأستاذ شديد، هل المحتل الصهيوني باعتداءاته هاته ربما يغول على هاته ربما المواقف الدولية التي لم تغير ولن تغير من المواقف الصهيونية المتطرفة التي انتهكت واعتدت على الشعب الفلسطيني؟ يعني وربما هل ربما هذا التعويل سيزيد من حدة هذه الانتهاكات؟ بالتأكيد، طالما أن إسرائيل مدركة تماما أنها غير خاضعة للمساءلة وأنها فوق القانون الدولي وأن العالم يتعامل بأكثر من مكيال، وحين يصل إسرائيل يتعامل بمكيال مختلف تماما، وأن هنالك غطاء أمريكيا ضامنا لبقاء إسرائيل بهذه الحالة، بالتالي إسرائيل ستستمر. لذلك ما يحدد سياسة إسرائيل هو الوضع الميداني، مدى وكم تكلفة هاي المغامرات وهاي العدوان، ولكن لن يتوقف العدوان لسبب بسيط. لكن الأستاذ شديد، هذا العدوان وهذه الانتهاكات تحدث عنها رئيس الوزراء الفلسطيني وقال إنها لن تجلب الأمن لا للمحتل ولا لحكومته، وبالتالي إلى أي حد المحتل الصهيوني بهذه العمليات يكرس العزلة الدولية له؟ يعني لا أعتقد أن هنالك عزلة دولية، لا توجد عزلة دولية على إسرائيل، يوجد بعض المواقف الدولية الرافضة بشدة للسياسات الإسرائيلية، لكن هذه المواقف الدولية غير قادرة على ترجمة مواقفها إلى أفعال ومعاقبة وملاحقة وعزل إسرائيل، وبالتالي إسرائيل تشعر أنها طليقة ومحررة من 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 من, من هذا الجانب، بالتالي إسرائيل لا يمكن أن تتراجع عن منطق القوة لأكثر من سبب. الأول، إسرائيل ترى أن الفلسطيني والعربي لا يفهم سوى لغة القوة، ويجب أن تستمر إسرائيل في توجيه ضربات ليل نهار اتجاه الفلسطيني، اعتقادا منها أن هذا سيؤدي إلى كسر الفلسطيني وتعطيمه وجعله يعني يتقبل ويتكيف مع الحركة الصهيونية، وبالتالي أن يتودد إلى الحركة الصهيونية قابلا ما تفرضه عليها. أعتقد أن الحالة الفلسطينية عبر 100 عام أثبتت عكس ذلك تماما، أن الفلسطيني جاهز للتضحية، جاهز للذهاب بعيدا في سبيل تحقيق حريته. طيب الأستاذ عساف، وكسؤال أخير وفي أقل من دقيقة لو سمحت، الرئيس الفلسطيني وتعليقا على هذه الأحداث طالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية للفلسطينيين وفرض عقوبات على الاحتلال في أعقاب هذا الهجوم. ما الأوراق التي يمتلكها الفلسطينيون لتحقيق ذلك في ظل المواقف الأمريكية الداعمة لأمن الاحتلال وحقه في الدفاع عن نفسه؟ أنا أعتقد أن الأوراق التي يملكها الفلسطينيون في هذا الموضوع هي أولا وحدتهم، الوحدة الفلسطينية، وثانيا مغادرة الرهان على أي إمكانية للحديث عن مفاوضات أو غير مفاوضات أو شرم الشيخ أو غير شرم الشيخ. هذه ينبغي أن نغادرها كفلسطينيين وأن نتفق على أن خيارنا هو خيار الوحدة على قاعدة المواجهة والمقاومة، لأن وحدتنا تمكننا من أن نجابه هذا الاحتلال، ونملك كثيرا نحن من عناصر القوة. نحن منذ 100 عام ومنذ 70 عام 75 ومنذ 55 عاما ونحن نواجه هذا الاحتلال، لم يلن الفلسطينيون، وبالتالي مطلوب أن يكون هناك عرض
سياسي، أن يكون هناك خطاب سياسي بمستوى التحديات ومستوى التضحيات. طيب. لأن الاستمرار في استجداء الحماية أو في الطلب من المجتمع الدولي هذا لن يأتي لشعبنا بشيء. طيب شكرا. وحدتنا ومقاومتنا هي التي تجبر الاحتلال. شكرا لك الأستاذ عمر عصف من رام الله، منسق المؤتمر الشعبي 14 مليون. شكرا لك من طول كرم القيادي في حركة حماس محمد صبخة، والشكر موصول لك من الخليل الباحث في الحركة الصهيونية عادل شديد على المشاركة معنا في نبض العالم. البرنامج متواصل بعد فاصل قصير. اعتذر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عن حضور قمة تجمعه بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو. بحسب مصادر إعلامية دعت لها اللجنة الرباعية التي شكلتها منظمة إيجاد لإنهاء الصراع في وقت تعرضت فيه مواقع لقوات الدعم السريع بالخرطوم لضربات جوية. ويأتي الإعلان عن اعتذار البرهان عن لقاء حميدتي في ظل اعتراضات سودانية رسمية على رئاسة كينيا للجنة الرباعية التي شكلتها الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد في 12 جوان الماضي برئاسة كينيا وجنوب السودان وعضوة إثيوبيا والصومال للبحث عن حل للأزمة السودانية. دون هدنة محترمة أو مسعى جدي يوقف الاقتتال، تتواصل الاشتباكات في السودان لتعلن قوات الدعم السريع تحقيق خطوات تقدم، مؤكدة في بيان اقتحام مدينة بارا شمال كردفان للمرة الثانية خلال 24 ساعة الماضية ب28 عرب مقاتلة، مضيفة أن قواها تمكنت من السيطرة على السوق ودمرت مبنى البلدية وعادت انتشارها في كل من الحي الغربي والأوسط والشمالي، كما كشفت أنها تصدت لرتل عسكري تابع للجيش في ولاية جنوب دارفور بالقرب من منطقة كاس. الجيش السوداني من جانبه كشف أنه تصدى صباح الجمعة لهجوم شنته قوات الدعم السريع على مقر القيادة العامة وسط العاصمة الخرطوم الليلة الماضية، وتمكن من تدمير أكثر من 10 مركبات قتالية بعد اشتباك استمر أكثر من ساعة. وتشير المصادر إلى أن اللجنة الرباعية للإيجاد والتي تضم وزراء خارجية كينيا وإثيوبيا وجنوب السودان وجيبوتي حددت 10 جويلية موعدا للقاء البرهان وحميدتي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهو ما كانت الهيئة اقترحته سابقا خلال قمتها في جيبوتي جوان الماضي. لكن تعقيدات الأزمة في الأرض يبدو أكبر من أي مبادرة تسوية في السودان. للمزيد نرحب من لندن عبر سكايب الصحفي حامد عثمان. أهلا بك الأستاذ حامد. مرحبا. ومن الخرطوم نرحب عبر الهاتف بمساعد رئيس حزب الأمة القومي عبد الحليم تيمان. أهلا بك معنا الأستاذ تيمان. مرحبا عليكم السلام، أنا بتكلم من القاهرة أنا. طيب أبدأ معك إذن الأستاذ تيمان. الحديث عن لقاء مرتقب يوم الاثنين المقبل بأديس أبابا في ظل حضور أطراف مهمة تسعى لإيقاف الحرب، ولكن السؤال هنا ما أهمية الحديث عن هذا اللقاء في ظل استمرار واتساع رقعة الصراع؟
أول حاجة السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم وعلى السادة المستمعين. تأتي أهمية اللقاءات في بسبب استمرار العنف والقتال والظروف الإنسانية المتدهورة يوميا، وكل هذه الجهود تبحث في إمكانية وقف القتال وعودة الهدوء من أجل فتح المجال للمساعدات الإنسانية. فكل هذه المحاولات هي من أجل يعني عمل شيء يجعل الأطراف المتحاربة تلتزم بوقف القتال، نعم، أو الوصول إلى هدنة طويلة الأمد. فهذا كل ما في الأمر، وقد فشلت الهدنة السابقة، وأنت الآن تراقبين التدهور الكبير، نعم، في الظروف الإنسانية وأيضا الضحايا من المدنيين في تزايد كل يوم، المعاناة في سبيل الحصول على الخدمات خاصة العلاج والأغذية وما إلى ذلك، كل شيء الآن في تدهور. لا زال التدمير والنهب والسلب في الممتلكات الخاصة والعامة مستمرة، ورقعة الحرب منتشرة وتتمدد كل يوم في الولايات. ففي ظل هذه الأوضاع العالم يشعر بقلق كبير، وكذلك كل، نعم، الأطراف. ولذلك كل المساعي تترجم هذا الهم الكبير، ولذلك هناك عدة مبادرات الآن. طيب، سنتحدث عن هذه المبادرات لاحقا الأستاذ عبد الحليم تيمان. إذن الأستاذ عثمان الفريق عبد الفتاح البرهان رفض لقاء رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في أديس أبابا، ولكن ملك عقار نائب مجلس السيادة السوداني كان قد صرح قبل فترة أن هناك لقاء يرتب بعد أسبوعين، ومر على ذلك الأسبوعين أسبوعين آخرين. طبعا بالنسبة لحديث السيد عقار نائب رئيس مجلس السيادة، واضح انه هو تحدث عن اجتماع مرتقب، وهذا تصريح طبعا من جهة مسؤولة، لكن التسريبات التي تتحدث عن رفض البرهان للقاء حميتي انا في تقديري لا تعد ان تكون مجرد تسريبات. حتى الان لم يرد من الجيش او يرد من مكتب رئيس مجلس السيادة اي انباء عن انه يعتذر عن ذلك، أو حتى الوسطاء لم يتحدثوا عن اعتذار ما من خلال بيان لهم أو تصريح لهم. فهذه تسريبات صحفية من الصعب أن نبني عليها تحليلا موضوعيا. طيب، إذا الأستاذ تيمان، تصريحات بعض المسؤولين بالجيش السوداني والتي تقول إنه لطالما كينيا هي التي تدير هذا اللقاء فإنه لا يعني شيء ولا يحقق شيء، كيف نقرأ ذلك؟ هل هو رفض ضمني مسبق لما سيجري طرحه في هذا اللقاء برأيك؟ عفوا، تقصدين رئاسة كينيا للمبادرة؟ نعم، رئاسة كينيا لمبادرة إيجاد. نعم، طبعا هناك اعتراض من جانب الجنرال البرهان بخصوص رئاسة كينيا لمبادرة الإيجاد بخصوص السودان. نعم، وتحدث البعض عن ان المبادرة تتضمن تدخل عسكري في السودان، وبالتالي هناك من يقول أن هذا الرفض جاء بناء على هذا الاقتراح، بالرغم أنه ليس هناك ما يؤكد نية الإيجاد التدخل عسكريا، هذه من ناحية. ولكن هناك أيضا من يتحدث عن اعتراض الجنرال البرهان على رئاسة كينيا نظرا لكثير من الأحاديث التي تتحدث عن علاقة وطيدة ما بين جنرال حميتي والرئيس الكيني الحالي، لدرجة أن هناك أيضا إشاعات تتحدث عن تمويل قام به الجنرال البرهان للحملة الانتخابية للرئيس الكيني. نعم، هذه كلها أخبار ليس هناك ما يؤكد صحتها، لكن قد يعني يذهب البعض في هذا الاتجاه.
وبالتالي الاعتراض السوداني يأتي في هذا الإطار. ولكن الحقيقة أن هذه المنظمات الإيجاد أيضا لديها صراعاتها الداخلية، يجب أن يكون هناك اتفاق بين الرؤساء، لأن هناك أيضا تدافع ونزاع بين بعض القيادة بعض الرؤساء على بخصوص من يرأس هذه المبادرة. وبالتالي رأينا أن هناك ترشيح للسيد الفريق سيلفا كير مايارديت، وهناك من يدعمون رئاسة الرئيس الكيني لهذه المبادرة. وبالتالي نحن نعتقد أن الخطوة الأساسية والمهمة أن يعني تتفق هذه القيادات في داخل هذه المنظمات ويعالج الصراعات فيما بينهم، وأيضا يتم تطمين الطرفين اللذان يتقاتلان في السودان، يتم تطمينهما بحيث أن من يرأس هذه المبادرة يكون مقبولا لدى الطرفين، وتحدث هذه التطمينات من أجل أن، لأن الشرط الأساسي لأي وساطة هو الوقوف في مسافة واحدة بين الأطراف. نحن لا نتحدث عن معلومات تؤكد أن هناك انحياز، لكن حسب ما يعني تشير إليه الأخبار وحسب التعليقات التي وردت. وبالتالي هناك أيضا طبعا مبادرة، هناك أيضا الاتحاد الأفريقي لديهم أيضا مجهودات، ولكن هناك أيضا حديثا إن الاتحاد الأفريقي أيضا هناك أيضا عدم تجانس، أو على الأقل هناك أيضا تدافع ما بين المفوضية والرئاسة. وبالتالي مثل هذه الأشياء قد تؤثر على هذه الوساطات، خاصة أن الأزمة الحالية في السودان لا تستحمل مزيد من التأجيل. وهناك أيضا المبادرة الأممية التي يعني تدعم منبر جدة، وبالتالي هناك ضرورة للتنسيق بين كل هذه المبادرات من أجل الخروج بمجهود يؤدي أو يساهم على الأقل في وقف الحرب. طيب، إذن الأستاذ حامد، على ضوء هذه المبادرات وهذه الوساطات الأممية، هناك حديث اليوم عن وساطتين، إحداهما روسية والثانية تركية. هل تعتقد أن هاتين المبادرتين ستحدثان خرقا في الملف السوداني؟ طبعا الوساطة تعتمد على أمرين. أول شيء قبول الأطراف المتصارعة بالوسيط. البعد الثاني هو مدى تأثير الوسيط نفسه على الكروت التي يملكها للضغط على أحد الأطراف، على الطرفين للقبول يعني بالمبادرة. بالتالي لما نفكر في الدور الروسي نجد أنه لحد كبير جدا يمكن يكون مقبول، خاصة من الجيش السوداني، معروف أنه استراتيجيا لديه علاقات استراتيجية بعيدة المدى مع الجانب الروسي، ومعلوم أن هناك شركة فاغنر تحدث تقارير عن صلتها بالدعم السريع ووجودها في غرب أفريقيا، في أفريقيا الوسطى تحديدا، ولها دور كبير جدا في إسناد الدعم السريع، تحدث تقارير ويمكن أشهرها تقرير CNN وغيرها من التقارير. لذلك الدور الروسي يعني لحد كبير جدا يمكن يكون مقبول، خاصة بعد عدم التوفيق الذي صاحب منبر جدة. والتحفظات المتتابعة من الجيش على المنبر، وأن الهدنة التي أعلنت كانت بمثابة هدية لقوات الدعم السريع لإعادة التمركز قرب الوحدات العسكرية، ومن ثم شن هجمات مؤثرة على مثلا اليرموك، مصنع اليرموك مثلا، على سلاح المدرعات، سلاح المهندسين. تحدث القوات المسلحة أن هذه التحركات كلها جاءت بعد إعلان الهدنة. فبالتالي البحث عن منبر جديد يبدو تفكير منطقي وعقلاني، باعتبار أن التفاوض في النهاية لابد أن يتم، لابد أن تجلس الأطراف العسكرية نحو التفاوض، ولكن دائما السؤال أين ومن الذي يدير هذه المائدة. فهذا هو التحدي الكبير. أنا أعتقد أنه الدولة التركية أيضا يمكن أن يكون دورة مؤثرة. تركيا لديها وجود كبير ومؤثر في السودان،
لديها علاقات ايضا مع الجيش السوداني معروفه ومعلومه في التصنيع الحربي وغيره ذات من العلاقات، ويمكنها ايضا ان تدفع باتجاه الحل. تعدد المنابر طبعا يشير الى قلق من العالم نحو ما يجري في السودان من اوضاع انسانيه ممتده يوما بعد يوم من اتساع دائره الصراع، ومخاوف من ان يمتد هذا الصراع ليشمل بقيه الولايات على ولايات دارفور، طبعا اصلا هي متاثره بهذا الصراع. فالاتجاه نحو هذه المبادرات يجب ان يكون مدفوعا برغبه وطنيه خالصه في ان الحل لابد ان يكون حلا سودانيا، وان الوسطاء مجرد دورهم هو في تسهيل وتيسير الجلوس للتفاوض، ولكن إدارة الأطفال والأجنة يجب أن تكون أجندة سودانية خالصة، لأن هذا هو طيب أستاذ حمد. طيب وضحت فكرتك. إذا الأستاذ تيمان، في ظل الحديث ورغبة الكثير في العودة إلى الحوار والحل السياسي، هل المشهد اليوم يوحي فعلا بأن هناك مجال لذلك على ضوء التطورات الحاصلة على الأرض؟ هناك طبعا مجهودات كبيرة، يعني هناك أكثر من مبادرة، وكما ذكرنا من قبل أن تعدد الوساطات ويشتت الجهود ولا يساعد في إيجاد حل سريع للأزمة. لذلك هناك ضرورة لتكامل الجهود الخارجية في إطار واحد، وأعتقد أنه من الأفضل للمجتمع الدولي أن يتوحد ويدعم مبادرة واحدة. هذه من ناحية. الناحية الأخرى، الحل عادة مثل هذه المشاكل الوطنية يجب أن يكون الحل من خلال جهد وطني، وهذا ما نتطلع إليه. ولكن التعقيدات التي صاحبت الفترة الانتقالية والخلافات السياسية التي انتشرت والأطماع في الحكم من جانب العسكريين وتدخلهم السالب من انقلاب 25 وغيره عقدت الأوضاع بشكل كبير، وأخيرا هذه الحرب المدمرة. فإذا المطلوب الآن صياغة رؤية وطنية تستفيد من كل الأخطاء وتفتح مظلة أوسع لتشمل كل المكونات الوطنية بما لا يستثني أحد ما عدا المؤتمر الوطني. ولابد أن نبحث صيغة وطنية جامعة من خلال مؤتمر مائدة مستديرة أو أي فكرة أخرى، وأن نستمر في هذه الجهود من أجل صياغة رؤية وطنية تحظى بالدعم الخارجي. نحن ننظر إلى الجهد أو التحركات الخارجية يجب أن تدعم وتيسر وتساعد على الحل الوطني. إذن الحل ابتداء من المفروض أن يستند ويقوم على الرؤية الوطنية، ولا بأس أن يدعم العالم من خلال التيسير وغيره هذا الحل، لكن أن يتأسس الحل على منبر خارجي وعلى تدخلات خارجية هذه أشياء لا تساعد، ولكن هذا واقع سنتعامل معه. إذن المطلوب الآن هو يعني الاتفاق بين المكونات السياسية والاجتماعية وشباب الثورة والمقاومة وكل مكونات المجتمع السوداني على رؤية وطنية، على أن يسبق ذلك بالتأكيد الإصلاح الأمني والعسكري حتى لا يعني تتكرر كل الأخطاء السابقة، أن يكون هناك حل سياسي وبالتالي ينقض العسكر وينقلب على الإنجازات. طيب التي طيب الأستاذ تيمان، لكن هذا الانفتاح على هذه المبادرات والحلول الدبلوماسية تصطدم بشكل كبير مع بعض التصريحات التي تؤكد على أن هذه الحرب ستنتهي وستحسم بشكل عسكري مهما طال الوقت الذي يستدعيه ذلك. إذن الأستاذ حامد، برأيك أي دلالة تحملها هذه التصريحات؟ تقصد أي تصريحات؟ المتعلقة بأن هذه الحرب ستنتهي وستحسم بشكل عسكري.
يبدو لي أن هذه التصريحات في الغالب لا تكون من ناشطين، لا تكون من القوات المسلحة. يعني القوات المسلحة من البيان الأول تحدث عنها يعني تعمل على إخضاع قوة متمردة، لكن لا تحدث عن القضاء على الدعم السريع. يعني ما في أي حديث دائم من كان عن القضاء على الدعم، الدليل أنه إلى يوم الناس هذا الباب مفتوح للجنود الدعم السريع الذين يعني حتى هم في الميدان إذا تركوا السلاح واتجهوا نحو أقرب وحدة عسكرية يعني يتم استيعابهم. فبالتالي ليست هناك يعني في استراتيجية الجيش يعني أن يقضي تماما على هذه القوة، لأن الجيش يعلم أنه يعني من الصعوبة أن تقضي على قوة كاملة يعني. لكن الأفضل وطنيا واجتماعيا وكل الجوانب أن يتم استيعاب هذه القوة في القوات المسلحة ضمن التكتيكات الفنية للقوات المسلحة. يعني الحديث عن قرب انتهاء المعركة التصريح المنسوب للمتلفز يعني سجل الفريق البرهان تحدث منه اليوم الأول أنه لما سألوه عن متى تنتهي هذه الحرب قال يصعب التفاهم بمتى تنتهي هذه الحرب يعني. فيعني يمكن ناشطين هنا أو هناك يعني لديهم أجندة تتقاطع يتحدثوا عن قرب نهاية هذه الحرب، لكن الموقف الرسمي للجيش أعتقد دائما هو يعني لا يسعى في هذه الاتجاه. الإشكال في الوساطات نفسه إذا رجعنا يعني في قصة الاتفاق الإطاري نفسه الرباعية الدولية هي كانت المعنية بالإعداد بهذا الاتفاق الإطاري والذي يعني فيه فتح الباب للدعم السريع ليكون جيشا موازيا ويعني يعترض على الدمج. هذه كلها يعني الناس من الصعوبة أن يتقبلوا نفس الدولة الرباعية في إطار الوسط باعتبار أن ما نتج عنهم هذا الاتفاق يعني الآن نشاهد آثاره في صدام القوتين العسكريتين. فالأفضل دائما أن تأتي الوساطة من آخرين لم يكونوا طرفا في الأزمة ولو بشكل. طيب والأستاذ حامد ماذا عن ربما التحركات الداخلية؟ هناك وفد من قوى الحرية والتغيير يعتزم بقيام جولة إقليمية تشمل بعض الدول، وهنا أسألك ما الجدوى اليوم وما طبيعة هذه التحركات، وهل تستطيع برأيك الضغط على الأطراف المتصارعة على الأرض أم هي ذاهبة لأساس تعود أو لأسباب تعود إليها ومخططاتها كحلول سياسية؟ الشارع السوداني الآن ينظر إلى هذه الزيارة بشيء من يعني يمكن البعض سماه نوع من حزب الدعم السريع، البعض الآخر يعني وضعوا في اتجاه الخيانة، آخرين يعني قالوا هذا يعني نوع من المساهمة في الحل. لكن الرأي الغالب أن الأولى كان للقوى السياسية أن تتوحد فيما بينها، يعني المركز نفسه كان في انقسام يعني بالكتلة الديمقراطية بين المجلس المركزي وهذه قوة مدنية، فلو كانت أصلاً بدأت التوافق من نفسها هي نفسها يعني بين الكتلة الديمقراطية وبين المجلس المركزي وأداروا الحوار السياسي المدني ووصلوا لنقاط اتفاق يعني أو هذا أسهل من أن العسكريين يتفقوا. العسكريين الآن بينهم دماء وأسرى ومخطوفين ويعني المسألة المسألة صعبة، لكن القوة السياسية بينها مواقف متباعدة يمكن أن تجلس وتتفق. الناس يتساءلوا إذا كان يعني تمضي في اتجاه أن يجلس العسكريون مع بعضهم البعض وفي نفس الوقت ترفض أن تجلس أنت مع المكون مدني كان معك في الشراكة السياسية أو كان معك في التقى معك في بعض الأجندة، فلماذا لا تبدأ معه؟ فأنت الآن تستثني حتى المكون الأقرب يعني ناهيك عن حتى الناس الاستثناء مثلا القوى السياسيه المتوطنه صحيح ان المتوطنه قامت عليه ثوره وكل هذه، لكن الان اللحظه الوطنيه الحريه تتطلب التداعي والتنادي. يعني يمكن الارث الذي تركه الكبار الساسه في السودان في اللحظات الوطنيه الحريه مثل هذه يجب الناس ان تنظر الى المستقبل وتترك الماضي، لان الان السودان في اطار ان يكون او لا يكون. ويمكن يعني انا اتاسى دائما بالحب الاخير للامام الصادق المهدي رحمه الله التي كان دائما يتحدث فيها عن يتم التنادي الوطني وفي صيغه وطنيه تجمع السودانيون كلهم على اختلاف المشاريع والافكار، لان هذه الازمه هي ازمه سياسيه تظهرت في الشكل العسكري، لكن هي في الاساس هي ازمه سياسيه بين قوه داعمه للدعم السريع او منحته شيئا من الشرعيه بصمتها
عما يجري الآن في الخرطوم من ممارسات وانتهاكات في اللي فيها العالم. طيب الأستاذ خالد، القوات السياسية مصلحتها أن يتم القضاء على الدعم السريع، فالأولى للقوة السياسية نفسها أن تجلس هي مع بعضها وتتناسى خلافاتها. طيب وضحت فكرتك الأستاذ حامد. لم يتبقى لي الكثير من الوقت، وحتى ربما نستمر في النقاش مع الأستاذ عبد الحليم تيمان. ماذا عن الوضع الإنساني؟ وزارة الصحة السودانية كشفت أن النزاع الدائر خلف إلى غاية الآن أكثر من 3000 قتيل، ووفق الأمم المتحدة أكثر من 2.5 مليون هربوا من عنف المعارك الدامية في السودان. هذا المشهد وهذه الأرقام برأيك ألا تمثل صفعة صحوة للسودانيين على المستوى السياسي وحتى على المستوى العسكري المتسارع؟ طبعا الحالة السودانية هي حالة استثنائية أيضا. إذا ما قارنا الحرب في السودان بالحرب التي قامت في ليبيا أو العراق أو سوريا أو اليمن، نجد أن الحروب المذكورة قامت في أطراف البلاد، والعاصمة كانت في مأمن، بحيث أن الخدمات الأساسية أو الحكومة، هناك شكل من أشكال الحكومة في تلك الدول، البنك المركزي في هذه الدول كان يعمل، الرواتب كانت تدفع، حركة الصادر والوارد من المواني كانت بتعمل بشكل عادي في كل هذه الدول. لكن في الحالة السودانية الحرب بدأت من العاصمة، ويعني بعد بداية الحرب 72 ساعة يعني حصل إقفال كامل للدولة. الآن القطاع الخاص تم تدمير أغلب المصانع، وتم نهب كل المخازن، أغلب المخازن والأسواق والبضائع والممتلكات الخاصة تم نهبها، وبالتالي حصل تدمير كامل للدولة من حيث الممتلكات الخاصة وكذلك العامة، وتوقفت الخدمات. بالأمس كان يتحدث أحد الأشخاص الذين أعرفهم، وكانوا يبحثون عن دكتور جراح في أم درمان الكبرى كلها لإجراء عمليات في مستشفى النو، ولم يجدوا جراحا على الإطلاق. طيب المستشفيات لا تعمل، حركة الصادر والوارد واقف، هناك الرواتب لا تدفع طوال هذه الفترة، إذن يعني الموت يتصاعد ويزيد كل يوم. المدنيين الآن مدخراتهم من الأموال نفدت تماما، وليس هناك أي أفق لحل أو إمدادات إنسانية. طيب. الآن المخزون من الأكل ومن الشرب ومن غيره، الطرق أيضا غير آمنة، هناك كثير من العالقين داخل الخرطوم لا يستطيعون الخروج. إذن الوضع الإنساني كارثي، هناك أسر كثيرة نزحت داخليا لكن لا تستطيع الآن تمول مطلوبات الإيجار والأكل اليومي. أغلب هذه المجموعات هي من الطبقة الوسطى، من الموظفين الذين يعملون في القطاع الخاص والحكومي، وكلهم الآن يعني بدون رواتب لفترة طويلة. المرض ينتشر بسرعة، خدم المستشفيات غيره، الدولة تماما متوقفة، ليست هناك حكومة، ليس هناك طيب أمن. طيب تبقى لي سوى دقيقة الأستاذ تيمان، سأتوجه بسؤالي إلى الأستاذ حامد. ما سيناريوهات المرحلة المقبلة في ظل تعثر دروب التسوية في 30 ثانية لو سمحت؟ في البداية بس كنت أعلق على الأستاذ عبد الحليم في عجالة لو سمحت، لم يتبقى لي الكثير من الوقت. حديثه موضوعيا ومتزنا تماما، بس تمنيت منه كان يشير إلى ما جرى على يد الدعم السريع من انتهاكات. هذه انتهاكات حدثت عن الأمم المتحدة يعني وكل المنظمات. لا بد كسياسيين سودانيين وإعلاميين أن نشير إلى هذا الإجرام. انتهى يعني وقت البرنامج الأستاذ حامد عثمان. يعني يمتد أنه نتعمل في يعني خلق يعني التقي السودانيين تحت خيمة واحدة ويتفقوا على يعني. شكرا، معذرة على المقاطعة. شكرا لك من لندن الصحفي عثمان حامد، والشكر موصول لك من القاهرة مساعد رئيس حزب الأمة القومي عبد الحليم تيمان على المشاركة معنا في برنامج نبض العالم. إذا إلى هنا يأتي ختام عدد اليوم، يلقاكم غدا الزميل عبد الغفور سلمان، أما أنا إلى أن ألقاكم دمتم بخير.